أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أعمال، معنا اليوم الأستاذ محمد العاني من سينكري جو. أهلا أستاذ محمد. أهلا بكم. بداية مرحب فيك معنا من قناة ABC وبرنامج رواد الأعمال، نتمنى تعرفنا المزيد عنك وعن بداياتك مع مجال الذهب. أهلا وسهلا بكم. إحنا شركة سينكري جو، شركة بالأساس نشأت في تركيا في إسطنبول. هي مجموعة شركات حقيقة تتضمن السبائك والمجوهرات الجملة والمفرد ومعمل وكل شيء يخص مجال الذهب والمجوهرات. فتحنا في دبي، صار لنا سنة تقريبا والحمد لله. أستاذ محمد، ممكن تخبرنا على أنواع المجوهرات والحلي اللي تميزت فيها سينكري جو؟ نعم، حقيقة عندنا موديلات تميزنا بها، موديلات خاصة فقط موجودة عند السينكري. في عندنا طبعا تتضمن دبي كولكشن واسطنبول كولكشن، بالحالتين عندنا معامل خاصه تنتج موديلاتنا، يعني مو موديلات الستاندرد اللي هي موجوده بالسوق دائما، يعني من ناحيه الاطقم او الاساور او المحابس الى اخره. استاذ محمد، بعد النجاح الرائع اللي اكتسبته في دوله الامارات، ما هي الخطه والرؤيه المستقبليه؟ حقيقه ان شاء الله ناويين نمضي قدما سواء بالامارات او في اسطنبول او في باقي الدول، ونكمل ان شاء الله الانتشار. وايضا ناويين انه نضيف شيء جديد للسوق من ناحيه الموديلات، من ناحيه التميز بالاسعار، الى اخره من هاي التفاصيل. طبعا نتمنى لكم التوفيق. للجميع. شكرا. استاذ محمد، انت كرائد اعمال صاحب خبره وكمقيم في دوله الامارات، ما هي نصيحتك لرواد الاعمال الجدد اللي حابين يبداوا؟ والله حقيقه انصح الجميع انه يعني يتوجهون على الامارات. حقيقه في تسهيلات، في تطور تكنولوجي باداء من ناحيه الجمارك، من ناحيه المعاملات وتخليص الاوراق والاقايم واوراق الشركه، وكله اونلاين بمنتهى السهوله. بصراحة يعني سوق مفتوح على جميع الدول. يعني احنا كنا سابقا كنت في العراق، وبعدها مدة طويلة في تركيا. بصراحة هذا الشيء ما موجود، يعني انفتاح مبهر، سوق كبير يستوعب الجميع. انصح الكل والله بالقدوم. يعني بصراحة خطوة كانت موفقة الحمد لله انه جينا على الامارات. بالنهاية استاذ محمد، ممكن تخبرنا وتخبر جميع المشاهدين اللي بيتابعوه كيف نقدر نوصل ونتواصل مع سينكري جو؟ اكيد طبعا تقدرون تتواصلون ويانا يعني من خلال مواقعنا على السوشيال ميديا سينكري جو، سواء على الانستغرام او الفيسبوك، تيك توك ايضا، وموجودين طبعا موقعنا في دبي موجود على خرائط جوجل، وفي اسطنبول نفس الشيء. شكرا جزيلا استاذ محمد، نتمنى لك دائما التوفيق والنجاح. شكرا لكم، جزاك الله. الى هنا اعزائي المشاهدين، نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC الخليجيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.